برحب بكم مرة تانية. والحقيقة موضوع مهم، يعني هي خطوة جريئة بس يعني كنا مستنيينهم فترة. الحقيقة وزارة الصحة قررت تطبيق أمر إلزامي على الأطباء للحصول على الترقيات، وده كان بالتأكيد ضرورة علشان نضمن أن الأطباء كلهم في كل الأماكن بيحصلوا على الدورات التدريبية. في شك أن التدريب والتزود بالعلم المفروض يكون في كل المجالات، لكن على الأخص إحنا بنتكلم في الطب لازم يبقى فيه أبحاث علمية، لازم يبقى فيه اطلاع على كل جديد، لازم ضمان لتطوير خبرات الاطباء يوم بعد يوم. الطب مش مهنه ان احنا بنقرا كتاب ولا بتتعلم 1+1=2 وخلاص وبتمارس او ينفع يمشي روتين. لا، الطب كل يوم بتتعلم فيه حاجه جديده، بتشوف فيه حاله جديده، بيطلع فيه نظام جديد نقدر نقول الاستشفاء، بيطلع فيه دواء جديد. يعني المهم ان الطب نوع من انواع البحث. عشان كده دايما كنا واحنا صغيرين حتى في الجامعه واحنا داخلين الجامعه نقول ايه، اللي هيطلع دكتور ده هيفضل طول عمره يذاكر، لان هو المفروض الدكتور كده يفضل طول عمره يذاكر. النهارده بيشرفنا في استوديو الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحه للتنميه والموارد البشريه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا صباح الخير يا فندم، منورنا. ربنا يخليك، متشرفين بوجودك. يعني الحقيقه انا مش عارف ابدا من تصور حضرتك والوزاره للتدريب ده وازاي هيكون، ولا ابدا من خبره بحكم ان الواحد ليه اصدقائه دكاتره او ليه اصدقائه في كل المجالات تقريبا وبنحكي. فالناس عايزه تطمن انه بدايه، يعني قبل ما نتكلم عن تفاصيل التدريب لانه كان بيحصل قبل كده تدريب، بس الناس عايزه تطمن انه المره دي مختلف، انه المره دي بجد. يعني لانه الحقيقه انا ممكن احكي واقعي، ولكن انا بتجاوز ده بسرعه عشان نسمع حضرتك. لا، في حاجات بتتعمل على الورق، في حاجات بتتم وكأنها تمت، في ناس بتمضي ان هي حضرت، وناس بتمضي ان هي حضرت، وناس بتمضي ان هي ادت المحاضره، والفلوس بتتصرف على لدول ولدول، والدنيا بتمشي والتدريب حصل. ازاي الناس تضمن انه ده مختلف؟ انا قلت حاجه الكلام ده قبل كده في مداخله التليفون لو حضرتك تتذكر. اتفضل يا فندم. هو اولا اشكر حضراتكم على المقدمه دي، في الحقيقه يمكن اوجزت المشكله. انا عايز اقول لحضرتك الاول، احنا يعني كاستراتيجيه وزاره دايما احنا بنبص على الامور كلها كمجمله، يعني في حجر وفي بشر زي ما بنقول. تأكيد. احنا دول كلها حاجات متوازيه. ما انا ممكن اوضب المستشفى واجيب تجهيزات جديده والناس مستوى الخدمه بتاعها او التواصل مع الجديد ممكن يكون اقل، فبالتالي انا فقدت نص الخدمه اللي انا كنت ابغي اليها. فعشان كده مشينا في خطوط متوازيه. احنا فعلا ابتدينا في خطة الانشاءات والتجهيزات الحديثة، ده كله عملناه، او احنا في خطتنا، ويمكن شغالين على 80 مستشفى ان شاء الله يخلصوا على 2018، دول بتكلفة 8 مليار. تطوير رائع، مستشفى زي اسوان العام رائع، مستشفى زي ارمانت على كود جديد، على تجهيزات جديدة، ومستشفى 15 مايو، ومستشفى العجمي، في عندنا كم المستشفيات اللي احنا يمكن الناس لسه ما حسيتش بيها لان لسه لم يتم التشغيل الكامل. طيب نبص على الاطباء بقى. احنا كان الاطباء مشكلتنا معاهم، هو طبعا الاطباء هم ممكن يكون هم بيبصوا اجتهادي على اي حديث ولا اخره. فقلنا عايزين ننظم الدنيا. احنا ننظم الدنيا ازاي؟ احنا في حاجة اسمها الترقيات. الترقيات دي ترقية بتقف على عامل الزمن وحصول على الدرجة. يعني انا باخد ماجستير مثلا، فباخد من طبيب مقيم مؤهل لمساعد اخصائي في فترة زمنية محددة 30-4 سنين، واخد الترقية بتاعتي. طب احنا بنشتغل دورات تدريبية زي ما انت كنت بتقول كده بالظبط، بنشتغلها من زمان دورات تدريبية، كل سنة في دورات تدريبية. فالحقيقة يعني احنا يعني انا من وجهة نظري كنت ببص على الموضوع عايز اعمل ضمان لجودة التدريب. أيوة. ضمان لان التدريب بيوصل صح، ضمان ان الدكتور يبقى حريص انه يجري على التدريب حتى ما يكسلش، لان هو غير كده ايه اللي هيخليه يجري على التدريب؟ لانه مش فاضي، لانه مع عيادته، مع مستشفيته، مش عايز يسافر، مش عايز يروح، ما في حاجات كتيره كده، عوامل كتيره ممكن تخلي الطبيب او الصيدلي او التمريض كل الفئات انه يكسل ياخد الدور. قلنا لا، احنا هنخليها الزامي. الالزامي ده حصل في حاجتين. الحاجه الاولانيه احنا عملنا حاجه اللي هو قرار رئيس الوزراء طبعا معالي الوزير، اللي هو هيئه التدريب الالزامي، اللي هو فعلا طلع قرار فعلا وتم تعيين الرئيس. هيئه دي تبقى مباشره مع رئاسه الوزراء، دي بتشتغل دلوقتي، ابتدت تشتغل وتنظم شغلها على اساس انها بتحط معايير
للترقيات، وحاجه تعمل حاجه اسمها البورد المصري، حاجه ضخمه جدا هتبقى لما هتطلع للنور. احنا في مرحله اعداد، هتبقى ليها شكل تاني خالص وعمليه تنظيميه، وهتدي اتساع للتدريب للاطباء. بس الاطباء قلقانين انه دي تبقى مكلفه جدا فعلا. لا يا فندم، دي ما فيهاش تكليف خالص. يعني الزماله فيها تكليف؟ ما فيش تكليف، كلام يعني لا يذكر يعني. فاحنا دي وهتبقى في المستشفيات بتاعتنا، وهيبقى في تواصل ليها فعلا، محطوطه على معايير قياسيه محترمه جدا بالتعاون مع الجامعات المصريه. وده ان شاء الله احنا يعني شغاله الوزاره فيه كويس قوي في مرحله الاعداد حاليا، لانه لسه بادي ليه يمكن شهرين ثلاثه. طيب احنا قلنا لغايه ما نبتدي ده عشان نبقى جادين، احنا هنحط معايير للتدريب. التدريب ده ان انا في هنتكلم في المعايير، معلش انا اسفه لمقاطعه حضرتك، لكن حضرتك معايا ان موضوع ربط الترقيه بالتدريب ده مطبق بالفعل في الجامعه من زمان. اللي هو ربط ان الواحد ياخد من دكتور مساعد او مدرس مساعد لمدرس استاذ مساعد بالظبط. وفي نفس الوقت بس يعني اتحولت لروتين برضه، ما هو ده اللي انا بقوله. في نفس الوقت احنا عارفين يعني ان الموضوع بقى شكلي، وحكايه تقديم الاوراق والابحاث الى حد ما بقتش مجديه، ما بقتش بالشكل المطلوب. وفي نفس الوقت بنلاقي شركات الادويه، شركات كبرى، واللي هو المفروض ان وزاره الصحه طبعا بيبقى فيه، احنا لسه كنا طالعين من ازمه الادويه، شركات الادويه بيبقى فيه يعني تعاون على مجال واسع جدا، بتنقي عدد معين من الاطباء هم اللي دايما بيتم دعواتهم في المؤتمرات الكبرى. المؤتمرات دي اعتقد انها مهمه جدا جدا كتدريب، بيبقى فيها دايما اخر الابحاث العلميه، بيبقى فيها اخر الادويه، بيبقى فعل كل ده. ليه بقى ما يحصلش التعاون ده او نوع من انواع البروتوكول بين وزاره الصحه وبين الشركات دي، انها كل مره تاخد مجموعه من الاطباء التابعين بقى لوزاره الصحه، مش بس اطباء القطاع الخاص اللي بيصرفوا الدواء بتاعهم، ويتم دعوتهم في المؤتمر عشان يبقى فيه اطلاع على اخر الادويه، كل اللي احنا قلناه بقى في المؤتمرات اللي بتكون موجوده. هو ده موجود فعلا، هحول لحضرتك تفاصيله. طيب كويس، دي حاجه تبقى هي بس يعني احنا برضو استطعنا في الفتره دي ان احنا نطلع قرارات وزاريه، ان احنا لازم انا في الترقيه بتاعتي لازم يبقى فيه من عناصر الترقيه، مش الزمن بس ومش درجه بس، لا لازم يبقى فيه دورات تدريبيه موجوده حصول عليها، الحصول على الدورات دي وحضور مؤتمرات بالزبط. لازم الحاجتين دول، لازم يبقى كل واحد بيقدم الفايل بتاعه عشان يترقى، لازم يبقى فيها، والا هيفقد عنصر الترقيه وممكن يتاخر ترقيته. دي نمره واحد. نمره اتنين، ان احنا نبتدي نقول طيب جودة التدريب. احنا اهتمينا قوي بالمعهد القومي للتدريب بتاعنا اللي موجود عندنا، في الحقيقة صرح رائع للتدريب، وهو فيه اللي هو السيميوليتور او الاجهزة اللي زي تدرب على كل الحاجات العملية، زي جراحة مناظير، زي حاجات العظام، زي العناية المركزة، زي الانعاش القلبي، لدرجة ان احنا عملنا معمل في معمل على تعليم على جثث، يعني تعليم عمليات على جثث، يعني احنا وصلنا للمرحلة دي. وده ان شاء الله هيتم افتتاحه رسميا، افتتاح الجزء الجديد ده كله، ومعمل برضو معمل كمبيوتر حاسب آلي رائع. في الحقيقة في نهضة في هذا الشأن. ابتدينا طيب عايزين نربط بقى الناس اللي بتتدرب في الاطراف. التدريب على جثث دي مش محتاجه اجراءات قانونيه ما؟ طبعا كل حاجه معموله صح. ما فيش طلبه كليه الطب اصلا بتعلم على جثث يعني لا طبيعي. لا طبعا يعني هي بتبقى الامور ما هياش كده هنجيب واحد، لا طبعا يعني في ايه عشان بس الكلمه بتخض. لا 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 هو زي ما زي برضه في الكليه الطبيه طلاب بالظبط بيتعلموا على التشريح على كذا، احنا بقى هنبتدي نشتغل شغل تاني. في الحقيقه لو حضراتكم زرتوا سمحت الظروف وزرتوا هذا المعهد هتجدوا نهضه في التدريب عاليه جدا. طيب احنا دلوقتي عايزين نربط ده بالتدريب الطرفي اللي بيحصل في المحافظات، التدريب اللي بيحصل من قطاعات بالنسبه لنا للتدريب. فابتدينا نقول ان احنا انت تاخد دوره تدريبيه في مكانك، بس انت لازم تحضر لي يوم عندي هنا في مركز تدريب. ليه؟ لان انا هعمل لك زي اختبار للتدريب اللي انت خدته، زي اضافه، زي في اي حاجه تانية زياده على اللي انت بتاخده هتاخدها في هذا اليوم، بحيث ان انا بضمن ان انا الشهاده التدريبيه بتاعتي طالعه موثقة ومظبوطة. ده كله احنا عملناه دلوقتي، يعني احنا حتى يعني قلنا طيب احنا ادينا الاوردر ده
طب انا لازم كمان ادي ساعه للطبيب وساعه للتمريض ان انا فين الدورات دي عشان هو يبحث عنها، لان انا مش هديله ده اقول له روح دور وبس. لا، انا فعلا ابتدينا الخطه يمكن في نوفمبر وديسمبر ويناير، عملنا حوالي 850 دوره تدريبيه، دي دربت حوالي 28,000 من مختلف الفئات. دلوقتي في شهر يناير وفبراير ومارس يمكن ده اول مره يعرفوا، بينزل اول مره حد يعرفه ان احنا منزلين دورات حوالي 250 دوره تدريبيه في معهد التدريب وفي المحافظات، وكمان بالتعاون مع شركات الادويه. التعاون مع شركات الادويه برضو ان احنا الاطباء بتوعنا هم اللي داخلين في التدريب ده. ده برضو ده نوع من التعاون زي ما قلت حضرتك بالظبط، بالاضافه لمؤتمرات. اصل المؤتمرات اللي حضرتك بتتكلم عنها برضو علشان نتكلم بناحيه عمليه ومبسطه يعني، بتبقى مكلفه ان انا اروح ابقى كدكتور لوحدي، هروح احضر مؤتمرات اللي هي دايما بنشوفها مقامه في اماكن فاخره جدا. لا احنا كوزارة، لكن انا مش مدعوه يعني، بنتكلم بشكل لو انا مش مدعوه كدكتور فانا هيبقى بالنسبه لي مكلف جدا. لا انا اقول لحضرتك الخطوه دي بنعملها. ايوه بالظبط كده. الخطوه دي بنعملها ازاي؟ احنا بتجينا دعوات المؤتمرات. ما تجينا دعوات المؤتمرات احنا بيبقى بيننا تواصل وبين منسقين المؤتمر، بحيث ان انا بيديني الامكانيه ان انا هبعت مثلا كام دكتور، اخد الامكانيه دي يا اما يبقى بصفه مجانيه يا اما بتخفيض، والتخفيض ده انا اللي بدفعه كوزاره، ما بدفعهوش للطبيب. احنا بنعمل كده وشغالين على اساس ده، بس على اساس ان احنا نضمن ان الناس دي هي يعني التدريب هو اللي هيفيدها والمؤتمر ده هو اللي هيفيده، عشان انا ابقى مطمن ان المعلومه هتوصل والتعليم ده هيوصل عشان اقدر اضمن ده كويس. ولازم شركات الادويه تبقى عارفه، طب ما انت لما هتجيب اطباء ده هيبقى الدواء بتاعك هيكتب زي ما بيكتب الدكتور الخاص، هيكتب طبعا هو مش هيبقى مكلف قوي كده، بس لا. لازم ان هو برضو الشركه مش هتعمل ده غير لما تعرف ان في فايده ليها. احنا يعني انا ما اقدرش اقول ان هو فايده للشركه، او احيانا بتبقى الشركه تبقى جزء من الديوتي بتاعته ان هو يعمل المؤتمرات العلميه والى اخره. لكن دعايه للدواء او دي قصه انا ما يعني لو فيها بالطريقه المباشره دي، انا مش بقول ان هو طبعا، لا انا مش بتكلم يعني عن المباشره، لكن هي الشركه مش هتعمل ده غير لما يبقى عارف ان هو في الاخر هيجي له، يعني هي بتعمل دعايه للدواء علشان الناس تجيله. انا يهمني ان الطبيب يستفيد، بس ده اللي يهمني. فانا يهمني ان احنا نوصل لبروتوكول تعاون بيننا وبينهم، ان هو ياخدوا مني كل مثلا مؤتمر 20 ولا 30 دكتور يمرنوهم او يحضروا هذا المؤتمر. طيب احنا هنا هنيجي لملامح التدريب بس بعد الفاصل. قبل الفاصل في دقيقه او دقيقتين، المسار اللي بياخده الطبيب من ساعه ما بيتكلف فندم في وزاره الصحه لحد ما بيكمل طريقه في الوزاره، البعض بيشوف انه في مسارات مجربه بشكل افضل من كده في العالم، بحيث تخلي في علاقه دائمه بين الاساتذه الكبار بالظبط وبين الاطباء، فبيبقى الحاجه الى التدريب اللي من النوع اللي حضرتك بتقول عليه، وفي حاجه ثانيه بتبقى قصه ثانيه، انما بيبقى طول الوقت هو الدكتور بيشتغل تحت ايدك. اتفضل. يعني انت حضرتك بتلمس جوانب في منتهى الاهميه. شكرا. احنا دلوقتي برضو في من الجانب الاخر غير جانب التدريب اللي احنا بنحكي عنه، في حاجه اسمها الدمج بيننا وبين كليات الطب. بنعمل ايه؟ بيبقى في بروتوكولات تعاون ما بين المديريات، مديريه الصحه واحنا كوزاره مع كليات الطب المناظره، بحيث ان هو بيديني اللي هو الاساتذه والمدرسين الافاضل خصوصا في التخصصات العاليه، لان مش كل التخصصات عندي، يعني جراحه مخ واعصاب، جراحه اوعيه دمويه مش هتلاقي عندي في مستشفيات الصحه بالطريقه اللي موجوده، لان ده تخصص عالي، فانا بجيب الساده الافاضل بروتوكولات تعاون بيجي يخدموا عندي في المستشفى، وفي نفس الوقت بيدي التدريب الكافي للاطباء، تدريب عملي زي تدريب مكاني اون جوب تريننج، فبيديني التدريب ده وبيدي الخدمه وبيرفع مستوى الخدمه للناس. في الحقيقه عملنا الكلام ده يمكن في شمال سينا، في العريش، عملنا في جنوب سينا، لسه اخر حاجه عاملينها دلوقتي لسه قريب اللي هي اسوان الجديده، اسوان العام الجديده لسه احنا مخلصينها وان شاء الله في التشغيل التمهيدي دلوقتي. عملنا بروتوكول تعاون مع كليه طب خلينا بقى نرجع مره ثانيه وبشكل اوضح نشوف ايه الاهم البروتوكولات اللي تم امضاها. احنا نخرج لفاصل ونرجع مع حضراتكم نكمل مره ثانيه، موضوع مهم جدا بنتكلم في الصحه.
معاكم من جديد. احنا مكملين معاكم في موضوع في غايه الاهميه بيتعلق بصحه حضراتكم بالاساس، وهو تدريب الاطباء. مرحب من جديد بدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحه للتنميه والموارد البشريه. دكتور مرحب بيك من جديد، ومش عايز اطول في السؤال. حضرتك كنت بتتكلم قبل الفاصل عن البروتوكولات اللي بتتعامل بين الوزاره وبين الجامعات وكليات الطب في المحافظات اللي موجود فيها مديريات الصحه للاستفاده من الاساتذه اللي موجودين لتدريب الاطباء. هسيب حضرتك تكمل، بس كمان ما قصدتش بس ان احنا نستفيد بالاساتذه دول للتدريب، لا، ازاي يكون في علاقه دائمه بين هذا الاستاذ في كل التخصصات، استاذ الجامعه، وبين الاطباء اللي موجودين، بحيث انه الوزاره ليه مش بتبعت مجموعه من عندها موجودين طول الوقت معاه ويسلمه لهم بعد فتره فيديهم يدوا له مجموعه جديده يبقوا موجودين معاه في العمليات، يبقوا موجودين معاه في كذا وكذا. اتفضل. احنا عندنا سماحيه الافاد للتدريب في الجامعات، احنا بندي السماحيه دي لفترات معينه لست شهور او اكتر، دي بنديها الافاده دي. بالاضافه ان هو طبيعي لما بيبتدي ياخد الماجستير بتاعه لازم ياخد سنه تفرغ ويبقى فاضل الجامعه دي سنة ونص كمان، لو ما خلصش في سنة بياخد التفرغ ده كله. ده عندنا قوانيننا بتسمح بده، فبياخد الإمكانية انه بيروح في الماجستير بتاعه انه يبقى زي طبيب زائر هناك في المستشفى، وزي ان هو عشان يقدر يواكب دراسته ويواكب امتحاناته. ده بنديله السمحية دي، يعني احنا بنخليه تماما جازة تفرغ بمرتب، مش بدون مرتب. فده بياخد السماحيه دي، بنديله الفرصه دي سنه ونص لما يبقى ماجستير عشان يقدر يبقى مع الدكتور يبقى مع الدكتور ويقدر يتفرغ لدراسته ويتفرغ لمذاكرته عشان يخلص كويس ويجي لنا دكتور اللي هو نديله الترقيه بقى بتاعته. ولا طب داخليا ولا خارجيا كمان؟ يعني انا بتكلم على البرامج بقى، التبادل الطلابي والكده في الجامعات، في حاجه يعني مشابهه. يعني واحد ياخد ماجستير بتاعه من بره بالظبط، في حاجه مشابهه. موظف وزاره الصحه بالظبط، في وزاره الصحه، بس في شكل، في طبعا منح، انا مش بتكلم على المنح، انا بتكلم على برامج تبادل. لا، هو في عندنا كذا حاجه جت، يعني عندنا مثلا كان في انجلترا كان في دورات بعتوا لنا ان احنا ممكن نرشح بعض الاطباء ودونا الموقع بتاعهم وابتدينا نشتغل على ده. عندي كمان في اليابان في مع الجايكا دلوقتي احنا شغالين عليها ان شاء الله، في دورات تدريبيه 3 شهور دورات اداريه، وفي حوالي سنه لسنه ونص دي دورات طبيه برضو. دي احنا دي برضو حاجات موجوده جديده. يعني احنا بعتوا هتدوه برضو التفرغ. لا، هي دي بياخد مش تفرغ بقى، ده هو بيروح مننا يفاد، يعني بياخد بدلاته، سواء المنحه بتبقى من الجهه اللي هي الداعمه او اللي هي بتدي التدريب، او احنا بنساعد بطريقه اخرى، لكن ده موجود بيجي لنا كل فتره وبنعمل عليه لكل المستشفيات كل المديريات اللي عايز. وبعدين بنبتدي نعمل سيلكشن مين اللي عايزينه يروح، لان بيبقى الحد الاولى طبعا من الاولى، لان بيبقى ليها معايير بالنسبه لنا، يعني لازم يبقى مثلا ليه خبره كذا لكذا، يعني احنا انا بس عايز اقول توضيح، لانه الساده المشاهدين ممكن يعتقدوا يقول لك طب ما احنا بنشوف الدكاتره الصغيرين مع الدكاتره الكبار وكذا، بس عايز اقول توضيح ان احنا بنتكلم عن دكاتره وزاره الصحه، فاللي حضراتكم بتشوفوهم في الاغلب بيبقوا اللي هم المعيدين اللي موجودين في وزاره التعليم العالي، يعني هم في المستشفيات الجامعيه اللي هم اصحاب الجامعه. فعشان كده احنا ليه بنتكلم عن انه الدكاتره الشباب اللي في وزاره الصحه وعلى قوه وزاره الصحه، ازاي يبقى في لينك واتصال بينهم طول بين الاساتذه في كليات الطب التابعين لوزاره التعليم العالي. هي دي الفكره، عشان بعض الناس ممكن يقولوا طب ما احنا بنشوف دكاتره شباب مع الاساتذه الكبار. بالظبط. هو طبعا يعني احنا بنحلم بعد شويه ان يبقى في دمج كامل بيننا وبين الجامعه. يعني طبعا احنا اصلا مش بس وزاره التعليم العالي، يعني تعدد ملكيه المستشفيات لجهات حكوميه متعدده. لا ده احنا يعني عندنا مش كده، لا ده انا ادخل لك اعمق من كده. احنا في وزاره الصحه نفسنا فيها احنا عندنا كذا هيئه المستشفيات التعليميه مختلفه عن المستشفيات العام والمركزي والنوعي. عندنا مستشفيات امانه المراكز، عندنا مستشفيات الصحه النفسيه، عندنا مستشفيات الصحه النفسيه، دي مستشفيات التامين الصحي، دول كلهم فئات، كل فئه منهم او كل مستشفى منهم لها نظامها ولها لوائحها والى اخره. طبعا احنا برضو احنا حطينا ده قدامنا على اساس ان احنا نقدر نعمل حاجه موحده للكل، بحيث ما يلخبطش الخدمه على المريض، يبقى الدنيا كلها واحد. وده هيتم ان شاء الله في دخول التامين الصحي الشامل، اردنا ام لا نريد لازم كلها تبقى في بوتقه واحده ان شاء الله. يعني بالنسبه للجامعات، يعني احنا برضو يعني نامل ان احنا الامور ما تبقاش
بروتوكولات اجتهادية. يعني أنا مثلا إحنا بنعمل بروتوكول اجتهادي مع كلية الطب ونبتدي نتفق. يعني في الحقيقة أنا حتى في أسوان أستاذ دكتور حسين شريف عميد أسوان في الحقيقة ساعدنا كتير في إن إحنا عملنا بطريقة مختلفة شوية عن أي بروتوكولات، واعتبر إن شاء الله تبقى تجربة فريدة وناجحة، إن إحنا جبنا السادة المدرسين الأساتذة الأفاضل يبقوا رؤساء أقسام عندنا في هذه المستشفى بالتعاون مع الأطباء اللي موجودين بدون تحرك، بحيث يبقى في شغل بطريقة مختلفة. يعني شغل يعني علاقة دائمة بين الأستاذ وبين وبعدين إيه التواصل بقى، خلاص هو ده الرئيس قسم بتاعي في المستشفى، طبيعي جدا لما يبقى في أي مشكلة ممكن أتواصل معاه في الجامعة، فبالتالي اللينك هيبقى موجود باستمرار. يعني تبقى الحكاية شكلها واحد، وبالعكس ده أنا بخفف العبء عن الجامعة عن المستشفى الجامعي في الأعداد الكثيرة اللي بتروح لها، لأن هو برضو ممكن عشان ما أقدرش أحول له الحالات، لا ده هو هيخلص هنا، لأن في الاستاف موجود عندي برضو. فده نوع من التآلف الجديد اللي احنا نأمل بعد شوية ما تبقاش بروتوكولات بس، يبقى تعاون رسمي. ما تبقاش أصلا بروتوكولات، يعني أكتر حاجة يعني هو الواحد مستغرب انه جهه حكوميه عامله بروتوكول تعاون مع جهه حكوميه، عشان هو وزارتين مختلفين. لكن هو وزاره بتروح تعمل بروتوكول تعاون مع وزاره، برغم ان الوزيرين بيبقوا قاعدين مع بعض كل اسبوع في اجتماع مجلس الوزراء. اصل بيبقى ليها البروتوكولات دي بتنص على بعض البنود. انا متفهم، انا فاهم الشكل القانوني، يعني انا فاهم، لكن هي في الاخر ده اللي انا اقصده. في حاجه اسمها مجلس وزراء، في حاجه اسمها مجلس وزراء، والمفروض مجلس الوزراء ده على بعضه كده مهمته انه يقدم خدمه للناس في الصحه، فكل الجهات اللي بتقدم خدمة في الصحة المفروض تكون بتتعاون مع بعض في الحتة دي. في التعليم كل الجهات اللي قاعدة ليها علاقة بالتعليم، يعني هو انا اقول لحضرتك ايه دي الفكرة بدون بروتوكولات تعاون، ده اللي انا اقصده. ده انا معاك في دي. يعني انا هقول لك مثل صغير وازاي نعمله. يعني احنا مثلا عندنا في الترقيات بتاعتنا، في الترقيات اللي هو يبقى برضو ياخد عشان ياخد مساعد اخصائي، بياخد 4 شهور في المناطق النائيه في المحافظات الحدوديه، عشان برضو من حاجات الترقيه بتاعته عشان يدي الخدمه في هذه الاماكن، لان فيها عجز بصفه العموم في الاماكن الحدوديه بالذات. وبرضه ما بنروحش برضه، يعني عشان برضو نوضح الصوره. نعم يا فندم. اللي في الاخر برضو بنلاقي دايما هي المستشفيات هناك الوحدات بتبقى فاضيه الحقيقه. لا هو بيحصل فترات جاب في ان ما فيش فعلا، اصل ما عندهاش الناس بتاعتها او الاطباء بتاعتها اللي عندها اللي تطلع تستقر في المكان، فانا بضطر بعمل كده، بس بعملها بقى بطريقه الزاميه، انه يروح يديني 4 شهور في هذه المستشفيات يؤدي الخدمه، فده بينفع معانا كويس قوي. في بنحس انه برضو بيسد نوع من العجز. وبعدين بعض الناس هنا اقترحت، انا اسف ان انا بتطرق للحكايه دي، بعض الناس هنا اقترحت انه ليه مثلا ما باخدش من محافظات الصعيد تنسيق اقل في كليه الطب، بشرط انه اللي هيتخرجوا من هنا هو. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى اكيد اللي جاي 90% في علم ده مش هيبقى قاصر انه يتعلم طب. يعني ما احنا عندنا اساتذه كبار جدا وبقوا عالميين، يعني مصريين جايبين 80% في ثانويه عامه بالظبط، وجايبين. لا بس في حاجه اسمها تكافؤ فرص. انا عايز اخدم المحافظات دي اصلا. هو طبعا في الجامعات او في الكليات بتنزل كليات طبقا للمجاميع برضه، يعني هي ما بتبقاش بس بيبقى فرق طفيف جدا. بس يعني هو انا القصه ان استيعاب هذه الجامعات الوليده اللي موجوده في الصعيد او في الجامعات الاقليميه، الطاقه السبعيه بتاعتها اقل من الطاقه السبعيه. يعني مثلا ممكن يقول لك انا هاخد 50 بس، مش هيقدر ياخد اكتر من كده. هو ساعه جامعات اسيوط من اعرق الجامعات، خصوصا في كليات الطب. دي لا دي اسيوط عملاقه، انا خريج اسيوط. طيب. لا 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 دي عملاقه. لكن انا بتكلم على زي جنوب الوادي، زي اسوان، الاعداد فيها. طب لسه قبل دي عشان احنا قدامنا دقيقه بس، كان لازم نسال على هل النظام ده بقى هيطبق على التمريض؟ احنا عندنا مشكله ضخمه في مصر في التمريض، هل النظام ده هيطبق ايضا على التمريض؟ نلحق في الدقيقه دي. التمريض والصيادله والفنيين كل ده نازلين فيه، في ان احنا هنعمل لهم زي نظام ترقيه برضه هيتحط عليه النظام ده. واحنا مهتمين جدا بتدريب التمريض بالذات، لان احنا زي ما بنقول دايما الطبيب بياخد 5 دقايق مع المريض، لكن الممرضه بتاخد طول اليوم مع الطبيب. لازم نرفع كفاءتها للتعامل مع الطبيب، خصوصا في الاقسام الحرجه زي العنايه المركزه، زي الحضانات، زي الكلى الصناعي. في الحقيقه دي حاجه مهمه جدا واحنا حاطينها قدام عينينا. طبعا جزيل الشكر دكتور هشام عطا مساعد وزير الصحه والتنميه والموارد البشريه، شرفتنا وافدتنا بشكل كبير، ويا رب التوفيق. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم.